يا بنت خد الحلو كله مني يا بنت، يا بنت خد جوزي وخد ولادي الثلاثة يا بنت. يا بنت تنسب لي جوزي، خد لي جوزي وخد ولاد وخد ثلاثة. سعيد جمال حنا وحمد جمال حنا محمد جمال حنا كده بنو هنا أخويا وعمي وابن عمي وسلايف الاثنين أخوها وابن عمي وعمي وسلايف الاثنين. بقول لي عايز ايش يا حاج؟ أقول لك مش عايز غير سلامتك يا محمد. بكلم يقول لي ده صحت كم ماي لك عم نجد الوقت ما يقول له حلوة. إن لله وإنا إليه راجعون. استيقظت قرية الشريف في بني سويف على فاجعة وعلى 74 سيارة إسعاف تنقل جسامين ضحايا إعصار دانيال، والألاف من قرية الشريف والقرى المجاورة يشيعون جسامين 74 شابا في مشهد مهيب صباح يوم الأربعاء، وتم دفنهم في مقابر أسرهم. واللي صعب الموضوع أكتر إن معظم الشباب من نفس العيلة، غير إن في ثلاثة منهم من نفس الأسرة. وشيع أهالي مركز بيبا جنوب محافظة بني سويف في صباح اليوم الأربعاء أبناء قرية الشريف ضحايا إعصار دانيال التي ضرب مدينة درنة الليبية، وراح ضحاياها الشباب اللي كانوا في دولة ليبيا وتحديدا في مدينة درنة التي شهدت حادث إعصار دانيال الذي خلف مئات الضحايا في جنازة مهيبة إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية. ونقلت سيارات إسعاف الجسامين فور وصولها إلى مقابر القرية. وعاوز أقول لكم استيقظت القرية صباح يوم الثلاث على فاجعة إنسانية، واستقبلت نبأ 74 شاب من أبنائها بسبب السيول والفيضانات في ليبيا. وقال مروان الشاعري مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بأمن السواحل الليبية أنه تم التعرف على جسامين 80 مصري بمركز طرابلس الطبي من أصل 145 جثمان وصلوا إلى مركز من بين ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة. وكشف أنه تم نقل الجسامين إلى مصر وغالبيتهم من قرية الشريف ببني سويف، وأكد الأهالي من قبل أن نحو 3000 شخص من أبناء القرية يعملون في ليبيا بمهن مختلفة منذ سنوات، وجميعهم أقارب وأبناء عموم، مضيفا إلى أن من بين الضحايا 3 أشقاء و7 من عائلة واحدة. يريد كلنا ندعي لهم بالرحمة والمغفرة.